السلام عليكم. عشان تعمل تشيك على المودل وتأكد ان مفيش حاجة فيها مشاكل، بنروح على قائمة مانج وبنقول له ورنينج، فبيبدأ يجيب لنا قائمة بالاخطاء. طيب لو انا عايز اعمل ايزوليت بحيث ان انا مشوفش غير المشاكل، تمام، فباجي من هنا في اداة اسمها ارك سوفت تولز، ودي اداة مجانية بتقول له ايزوليت ورنينج، دوسنا عليها ثواني ومحصلش حاجة. لا حصل، تمام، حصل ايه؟ حصل طحينة من 3 دي فيو، بتلاقي ان انا عندي ايزوليت ورنينج ايليمنت ده ما كانش موجود قبل كده، جاب لي كل الحاجات اللي فيها مشاكل. غالبا بيكون ان في عنصرين فوق بعض او في حاجة فيها مشاكل، فبتبدأ تعمل تشيك عليهم. على سبيل المثال انت كنت بتنسخ حاجة من دور لدور تاني، فلو عملت سيلكت مثلا على ده هتلاقي ان هنا في 6 عناصر، تمام، هتيجي كده تقول فلتر وتشوف ايه العناصر اللي موجودة، استراكشر كله متكرر اكتر من مرة وهكذا، هتلاقي عناصر كتيرة مثلا معمولها دوبليكيت او في حاجة مش مظبوطة. هنا مثلا في 2 لايتنج مع بعض، فتقدر تلغي واحد فيهم. طيب من ضمن الحاجات اللي ممكن نحل بيها الموضوع دوت، ان من ورنينج بقول له فين الدوبليكيت، لو في مثلا 2 زي بعض، فتعمل سيلكت وتقول له ديليت اتشيكت.